صباح الخير طلاب الحلوين حبايب. إن شاء الله بكرة حيكون امتحاننا اللغة الإنجليزية النهائي حبايبي، بس تشوفوا هذا الفيديو بتدرسوا على نفس النمط، وبس اللي هو المطلوب منكم حبايبي. نحفظ المعاني والقواعد فقط. امتحاننا حيكون في وحدة ستة سبعة زائد ثمانية، 3 وحد 6 7 8. المطلوب منك تفتح على يونت 6 حبيبي، بتراجع للمعاني، بنراجع المعاني نعرف معناهم بالعربي. رح يجي سؤال توصيل المعنى في الإنجليزي بمعناه في العربي، أوكي؟ توي ستور محل ألعاب، بيكري مخبز، بنك لايبراري مكتبة، هوسبيتال مستشفى، تاكسي ستاند محطة التاكسي. إذن أول شيء بنراجع المعاني نتأكد من حفظهم. حيجي سؤال توصيل المعنى في اللغة الإنجليزية مع معناه في العربي، أوكي حبايبي؟ الإنجليزي في العربي. بفتح الصفحة اللي تانية يا عمري وبرجع براجع كمان المعاني. listen to drug store صيدلية، stationery store محل قرطاسية، gym نادي رياضي، school مدرسة، سوبر ماركت بقالة، باص ستوب محطة الباص. تمام حبايبي؟ إذا نراجع معاني listen 1 listen 2 متأكد من حفظهم 100%. بفتح هلا تيتشر، طبعا قراءة خلص ما بدنا، بنفتح القواعد. شو عندنا قاعدة بيونت 6 حبايبي؟ الواز والوير، الواز والوير اللي بستخدمهم في الباست تنس تيتشر في الماضي. الواز بدي تعرفوا إنه للمفرد، يعني دائما الواز بتيجي مع الاي شي هي ات، دائما الاي بضيف الاي مع الشي هي ات تاخد واز حبايبي، تاخد واز. الباقي اليو والوي والذي بياخدوا وير. هاي اول شيء بدي تعرفوها، استخدامات الواز والوير. الواز مع المفرد والوير مع الجمع، اوكي؟ I was at the supermarket. He was at bank. She was at library. She was at a school. طيب تيتشر، إذا الواز مع المفرد الآي والهي والشي والإت، والوير مع اليو والوي والذي، أوكي حبايبي؟ ثاني إشي الثاني بدي تعرفوه، ثالث سوري، كيف نعمل سؤال باستخدام واز وير فقط. واز وير لما بدي أعمل سؤال في المفرد بضع was في البداية. was I at the supermarket؟ لكن لما بدي أعمل سؤال في الجمع حبيبي بستخدم where. where you, where we, where they. إذا بس بدي تعرفوا مس من هاي القاعدة استخدامات الواز والوير. الواز مع المفرد، الوير مع الجمع. ولما بدي أعمل سؤال في المفرد بضع was في البداية، لما بدي أعمل سؤال في الجمع بضع where في البداية فقط. بس هذا المطلوب. هلا برجع بفتح على يونت 7 مس، بنطير على يونت 7. اذا 6 بنحفظ المعاني وقاعده الواز والوير، 7 تيتشر يلا على الافعال المنتظمه والافعال غير منتظمه، الريجولار والريجولار. اخذنا فيهم امتحانات كثيره حبايبي. بدي تعرفوا المعاني. traveled سافر، climbed تسلق، listened استمع، called اتصل، help ساعد، cooked طبخة. اللي بدي تعرفوه حبايبي انه كل واحدة شو الverb 1 منها. مثلا traveled الverb 1 منها travel، climbed climb الverb 1 منها، listened الverb 1 منها listen من غير ايدي، called الverb 1 منها مس call، helped الverb 1 منها help، cooked الverb 1 منها cook، اوكي مس؟ هاي الفيرب 1، بدي تعرفوا الفيرب 1 لايش بتحول بفيرب 2، بحط له اي دي بالافعال المنتظمه. اذا الافعال المنتظمه تيتشر الريجولر هي اللي بتاخد اي دي، اوكي؟ بتاخد اي دي. هسا نفتح على الصفحه الثانيه على الافعال الغير منتظمه. افعال غير منتظمه مس ما بتقبل تاخد اي دي، بضطر احولها لكلمه ثانيه اللي احنا حافظينها اوريدي. got up نهضه، الفيرب 1 منها مس get up، ate أكلة، الverb 1 منها eat،
drank شرب الverb one منها drink took أخذ الverb one منها take saw رأى الverb one منها teacher see read قرأ الverb one بتضلها زي ما هي read قرأ يقرأ wrote كتب الverb one منها miss write went ذهب الverb one منها miss go اوكي افعال منتظمه ما بتقبل تاخد ايدي يعني احفظوا لي هذا الجدول منيح هيك انا بجيب لكم افعال وبحكي لكم حولوا لي اياها يا مس لايش لفيرب تو رايت بتصير روت تيك توك ايت ايت جيت جوت جو وينت ريد ريد بتضل زي ما هي سي سو درينك درانك اذا هذا بتحفظوه غيبا بجيب لكم زي هيك افعال وانتم بتحولوها لفيرب تو بتحولوها لفيرب تو قراءة ما بدنا مباشرة اللي كنت أشرح فيه تيتشر الأفعال المنتظمة والأفعال غير منتظمة أوكي بجيب لكم جدول زي هيك حبايبي أنتوا بتحولوا بتشوفوا إذا فعل منتظم أو غير منتظم برضو هذا الجدول بتحفظوا لي يا غيبا زي اسمك تيتشر traveled إيش الفيرب 1 منها travel climbed climb helped help called call played play الفيرب 1 listened listen هاي أفعال منتظمة بس منشيل الاي دي منضيف لها سوري اي دي cook cooked walk walked هون أفعال غير منتظمة ما بتاخد اي دي get بتصير got see saw drink drank swim swam eat ate go went draw drew write wrote take took اوكي حبايبي بنحفظ هذا الجدول منيح بجيب لكم انا افعال بالفيرب 1 وانتم بتحولوا لي اياها للفيرب 2 فبتكون حافظ هذا الجدول هون نفس الجدول تيتشر اعاده برضو اذا حابب تدرسوا ادرسوا كمان نفس الجدول هون اوكي حبايبي اذا بنحفظ الافعال كيف بتتحول لفيرب 2 اذا منتظم بياخذ ايدي يعني انا تيتشر هيك بجيب لك بحكي لك حبيبي بجيب لك مثلا كلمه بلاي بحكي لك حول لي اياها للباست تنس تكتب لي اياها بليد اوكي او بجيب لك كلمه جو غير منتظم شو بتصير وينت اوكي انت بتكون حافظ الافعال الفيرب تو زي اسمك اخذنا فيها كثير حصص وامثله اوراق عمل اخذنا فيها امتحان نفس الشيء حبايبي هلا بترجع نفتح هيك خلصنا وحده سبعه كلها على الافعال المنتظمه الوحده السابعه مطلوب منك الافعال المنتظمه غير منتظمه ونفس الشيء حبايبي بالوحده الثامنه افعال المنتظمه والغير منتظمه كله حفظ اوكي دروف قاد ايش الفيرب منها الفيرب 1 درايف ايرند الفيرب 1 منها ايرون واشد الفيرب 1 منها واش سويبت الفيرب 1 منها سويب ميت الميك الفيرب 1 فيد فيد الفيرب 1 اوكي طيب بفتح برضو على نفس الشيء الافعال الغير منتظمه والمنتظمه هون كلها افعال غير منتظمه هي شو كاتبه انا تيتشر هون حفظ غيبا تحفظها غيبا ووك اب استيقظ ووك اب نهض سوري الفيرب 1 منها ويك اب got الفيرب 1 منها get watched الفيرب 1 منها watch fill الفيرب 1 منها full had الفيرب 1 منها have bought الفيرب 1 منها miss buy اشترى برضو بتحفظ غيبا هسه بنفتح تيتشر على القاعدة اوكي اللي هي بدي كيف تعمل سؤال حبايبي لما بديت واستخدامات وات وين وير وات تايم وهو تيتشر ديد لما بدي اعمل سؤال في الماضي يا عمري بحط ديد في البدايه بحط ديد في البدايه بعدين بحط السبجكت بعدين لما بدي اعمل سؤال الفيرب لازم يكون فيرب 1 حبايبي ديد هي كلين ديد هي ويك Did he go? Did he sweep? Verb 1. Did she play? Did we go? Okay? إذن بحط did في البداية.
نيجي لاستخدامات what when miss عملت لكم فيها ورقة عمل وأسئلة وأمثلة كثير عليها. teacher بعد دائما what when where what time وهو لازم يجي كلمة did what did when did where did what time did. ال what did بمعنى ماذا, what did بعدين بحط السبجكت بعدين teacher بحط السبجكت ودائما بالكويشن بكون teacher verb 1 لكن لما بجاوب بحول لverb 2. what did يعني ماذا فعل, when بمعنى teacher لما تشوف في يوم بحط when did هي بعدين verb 1, where teacher بتيجي لما تشوف في أماكن زي hospital school بحط where بمعنى أين, where did بعدين subject verb 1, what time teacher بتيجي مع الوقت o'clock تماما half past ونصف أو sorry 30 ونصف 15 15 دقيقة 45 45 دقيقة لما يكون في وقت بحط what time. ال who من الشخص, ال who من الشخص who ومباشرة بيجي دائما وراها who بتيجي وراها verb to who ironed who swept who went who played ولازم الجواب teacher يكون في subject وكلمة did subject وكلمة did I did he did she did we did. okay هيك teacher منكون راجعنا الوحدة 6 7 8 نحفظ المعاني الأفعال المنتظمة الغير منتظمة منركز على الاستخدامات الهو والوات والوير تيتشر والوات تايم والهو ويعطيكم العافية حبايبي.